كده يعني.我从来没有见过这么多小熊猫，特别觉得荣幸嘛，有这么幸运。通过那个内分泌和那个行为结合起来，那我们配种的时间基本上是抓得很准。就是这样子的话，就是我们配种的成功率也是很高的。 范围内就是能够及时的配种的话，那个配种的机，那个产双胞胎的几率就会提高。 احصل على آخر الأخبار عبر موقع الجزيرة مباشر وصفحاتها على شبكات التواصل الاجتماعي. تابعنا على تويتر وادي برأيك مع أكثر من 1.5 مليون مغرد. انضم لأكثر من 10 ملايين متابع لصفحتنا على الفيسبوك. شاهد تقارير وتغطيات آنية على صفحتنا على اليوتيوب مع أكثر من 7 ملايين مشاهدة أسبوعياً وأكثر من 900 ألف مشترك. لأهم وآخر الأخبار ولمتابعة البث الحي مباشر الجزيرة.net. الجزيرة مباشر، تلفزيون الواقع الإخباري.